وصلنا هنا لكي نعلن رسالة السلام للعالم كله. نحن نريد سلام لا نريد حرب، نحن نريد سلام لا نريد إرهاب، نحن نريد سلام لا نريد تطرف، لا نريد عنف، لا نريد كل هذه الأشياء التي يتهمون بها أو يتهمون بها من هم نسميهم نحن أعداء الإنسانية. أعداء الإنسانية يتهمون الآخرين بأنهم راديكالز، أنهم صداميين، أنهم متطرفين، أنهم إرهابيين. نحن هنا أثبتنا لكم جميعا أنه ليس هناك عقبة من السن أو الضعف البدني من أن تستطيعون أن تحققوا آملكم وأحلامكم وتتعدوا كل هذه التحديات والصعاب. صح ولا غلط؟ يس؟ صح 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 صح. Everybody saying صح. They learn an Arabic word called صح. So والحمد لله عملناها اليوم، يوم جميل الحمد لله، يوم بديع، يوم نتمنى منكم أنكم تتبرعوا لقضيتين. قضية الوعي من أجل رفع المعاناة في سربنيتسا لمؤسسة اسمها Remembering سربنيتسا، وقضية اللي هو دعم النساء الأرامل والنساء الأرامل في البوسنة ومن سربنيتسا مع الإغاثة الإسلامية أيضا، والرابطين موجودين عندكم.